هل تعلم لماذا يطلق المهندسون جثث الدجاج على أجزاء الطائرات؟ لأن الطيور تسبب أكبر الأضرار لكل من الطائرات المدنية والعسكرية. في الولايات المتحدة وحدها تتسبب اصطدامات الطيور والحياة البرية الأخرى بأضرار تزيد عن 900 مليون دولار لجميع أنواع الطائرات. لهذا السبب يصنع المهندسون المحركات والنوافذ الهدفين الأكثر شيوعاً لضربات الطيور قوية بما يكفي لتحمل الاصطدام بالطيور. مهندسي الطيران يقومون بإجراء مجموعة واسعة من الاختبارات على الطائرات قبل السماح لها بالإقلاع، وتهدف هذه الاختبارات إلى ضمان سلامة الطائرات وفعاليتها. أهم اختبار يقوم به مهندسو الطيران قبل بناء الطائرة بأكملها هو إجراء التجارب على نسخة اللعبة الخاصة بها. بينما يبدو الأمر مضحكاً، فهو أكثر جدية بكثير مما تعتقد. في منشأة اختبار بوينغ، يقوم المهندسون بإجراء التجارب على الطائرات المزيفة طوال اليوم عن طريق وضعها داخل نفق رياح خاص. في الداخل يتم اختبار الطائرات في ظروف هوائية مختلفة، بينما يلاحظ المهندسون كيف تتفاعل مع تدفق الهواء، ويلاحظون كل تأثير يسببه الهواء على النموذج. بعد الاختبارات يحدد المهندسون المشكلات المحتملة لمعالجتها وإصلاحها قبل تصنيع الطائرة بالحجم الكامل. وبعد اكتمال إنتاج الطائرة تخضع لسلسلة من الاختبارات قبل تسليمها إلى الطيارين. ومن بين هذه الاختبارات اختبار الإقلاع المرفوض. وفي هذا الاختبار يجب على الطيار التوقف عن الإقلاع فجأة، إما بناء على أمر من مراقبة الحركة الجوية أو قراره الخاص بسبب مخاوف بشأن سلامة الطائرة أو أدائها. ويهدف هذا الاختبار إلى اختبار قدرة الطائرة على التوقف بأمان في حالة حدوث مشكلة أثناء الإقلاع. وهناك أيضاً اختبارات VMU أو Velocity Minimum on Stick، ويهدف هذا الاختبار إلى تحديد الحد الأدنى للسرعة التي يمكن عندها للطائرة الإقلاع، ويضمن هذا الاختبار عدم اصطدام الذيل بالأرض واندلاعه. الجزء الحاسم هو عندما تبدأ الطائرة في رفع مقدمتها لأعلى قدر ممكن وتحدد السرعة الأفضل لها. يضمن هذا الاختبار عدم اصطدام الذيل بالأرض واندلاعه. الهدف النهائي هو إيجاد السرعة المثلى حيث يتساوى رفع الطائرة ووزنها، مما يسهل الإقلاع الناجح. يتم تثبيت ممتص صدمات ذيل خاص قبل الاختبار لمنع تلف الطائرة. هذه مجرد أمثلة قليلة من الاختبارات التي يقوم بها مهندسو الطيران، فهناك العديد من الاختبارات الأخرى التي يتم إجراؤها لضمان سلامة وفعالية الطائرات.